ترقب كبير يحوم حول مستقبل نجم برشلونة الدولي البرازيلي نيمار، إذ أن باريس سان جيرمان يمكن أن يعلن عن تعاقده مع اللاعب خلال الساعات المقبلة. وقالت إذاعة مونتي كارلو الدولية نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب نيمار أنه وافق على بنود عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه بانتظار مسؤولي برشلونة ونظرائهم في باريس سان جيرمان من أجل حسم الصفقة بداية الأسبوع المقبل. فما هي تلك الصفقة وما هي تداعياتها؟ الحديث هنا ليس عن 80 أو 90 أو حتى 100 مليون دولار، فقيمة عقد نيمار مع برشلونة تتعدى 200 مليون. وليست المشكلة الوحيدة هنا هي المبلغ، بل يتعدى الأمر ذلك وصولا إلى قانون اللعب المالي النظيف الذي قد يعرض النادي الباريسي إلى عقوبات لو لم تتم الحسابات بشكل صحيح. 30 مليون دولار كراتب سنوي معروض على نيمار قد تتمكن من إغراء أكثر اللاعبين تمسكا بشعار أنديتها، كما أن الفريق الفرنسي قد تعلم من البارسا أن صاحب القرار الأكبر في صفقة نيمار هو وكيل أعماله، فحتى تقنع اللاعب بالقدوم بالدرجة الأولى عليك أن ترضي وكيل الأعمال، والحديث هنا عمولة شخصية كما هو الحال في صفقة انتقاله من نادي سانتوس البرازيلي. في النهاية حصول الصفقة لو تم سيكون مفاجأة الميركاتو بلا شك من حيث قيمتها العالية، وضربة أخرى لإدارة بارتوميو التي تتعرض أصلا لكمية انتقادات حادة بسبب سوء إدارة النادي والسوق الحالي، وقد تكون القشة التي تقسم ظهر النادي الكاتالوني. عبر الهاتف حول الموضوع ينضم لنا الأستاذ سامي الإمام الإعلامي الرياضي. سيد سامي مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية بحسب توقعاتك، هل سيرحل نيمار عن برشلونة؟ مساء النور. حقيقة اللاعبين البرازيليين عموما ونيمار خصوصا يبحثون عن الشلة. في باريس سان جيرمان الكثير من الأصدقاء لنيمار، داني ألفيس، تياغو سيلفا ولاعبين آخرين، لذلك ماورا ربما إذا بقى بالنادي، لذلك هذا عامل تشجيع يضاف إلى المال الكثير الذي موعود به نيمار شخصيا كراتب سنوي ووالده الذي هو وكيل أعماله كعمولات كبيرة. بالنسبة لبرشلونة هو متمسك باللاعب حتى آخر حد، ولكن في النهاية هناك إجراءات قانونية بإمكان النادي أن يدفع شرط الجزائي وهو 222 مليون يورو وينتقل. حسب ما أعلن أندريا ترافيرزو مدير التراخيص في الأندية الأوروبية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال نحن لا نستطيع منع الصفقة، لكن إذا تمت سنحاسب أو سندقق في الحسابات المالية لباريس. طيب هل باريس سان جيرمان قادر على دفع هذا الشرط الجزائي، هذا المبلغ الكبير؟ يستطيع أن يدفع لأسباب رياضية وغير رياضية، هناك التسويق، هناك الكبرياء، هناك أمور كثيرة قد تدفع النادي الباريسي لدفع الشرط الجزائي وما يضاف فوق الشرط الجزائي من عمولات. بس لكن عليه في هذه الحالة أن يبيع لاعبين آخرين مثل فيراتي ولاعبين آخرين حتى يخرج من خانة اللعب المالي النظيف. إذا لم يدفع أحد مبالغ كبيرة في لاعبي باريس سان جيرمان فهنا ستكون هناك مشكلة قانونية قد يتعرض لها باريس سان جيرمان بما فيها غرامات وتقليل عدد اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا. هي عملية حسابات، إذا كان يستطيع باريس سان جيرمان أن يتخلص من لاعبين اثنين أو ثلاثة من يدخلون على الأقل نصف قيمة الصفقة فبالإمكان المضي فيها قدما. طيب أستاذ سامي، إذا رحل نيمار عن برشلونة هل سيؤثر على تشكيلة برشلونة الهجومية، ومن من الممكن أن يحل مكان نيمار في هذه الحالة؟ أكيد هو طبعا سيكون هناك مشكلة فنية لأن الفريق تعود على اللعب بوجود نيمار، هناك انسجام كبير، لكن الفرق الكبيرة تجد الحلول دائما. ربما من ضمن الحلول التعاقد مع كوتينيو وإن كان لا يلعب في نفس مركز نيمار لأن نيمار يلعب جناح يسار وليس خلف المهاجمين، لكن بإمكان باريس سان جيرمان برشلونة بهذا المبلغ شراء لاعبين يعوضون إلى حد كبير وإن كانوا لن يكونوا بكل تأكيد مثل نيمار. طيب أستاذ سامي، ماذا إذا انقلبت الموازين ولم يرحل نيمار عن برشلونة؟ ستكون هناك مشكلة حقيقة مالية تسوى ماليا، من ضمنها 26 مليون يورو
والد نيمار يطالب بها باريس، يطالب بها برشلونة. هناك حقيقة هناك شرخ في العلاقات أصبح بين نيمار ولاعبي برشلونة وجمهور برشلونة، لكن تعودنا في ظل الاحتراف كل شيء وارد. اللاعب عدم انتقاله وبقاء في النادي، الجميع سيطوي هذه الصفحة من أجل المصلحة العامة. المال الكثير، الرغبة، وجود البرازيليين المقربين من نيمار في باريس سان جيرمان قد يجعل الصفقة هي الأقرب للحدوث، علما أنه برشلونة رفض الدخول في مفاوضات لتحديد سعر لنيمار، مما يعني أنه السعر سيكون 222 مليون لبرشلونة وحسابات أخرى لنيمار ووكيل أعمال اللي هو والده. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. معنا السيد سامي الإمام الإعلامي الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك.